ما يخص نادي الزمالك وما يخص فك القيد؟ نادي الزمالك بيسعى ان هو يفك القيد في حديث مع الاتحاد الافريقي على موضوع الرخص، ولكن الزمالك بيسعى ويجتهد. الامور صعبه، الظروف الماديه داخل نادي الزمالك صعبه جدا، مجلس الاداره الحالي تحمل اعباء كتيره جدا جدا جدا، ولكن الموضوع في الطريق. ارقام كبيره الحقيقه، كل ما ادفع 2 مليون الاقي 3 مليون، ادفع 4 مليون الاقي 5 مليون، ادفع مش عارف مين الاقي مين. والحقيقه المدهش بالنسبه لنا ان كلها دايما المشكله بتبقى للاعب ما سمعناش عنه في الملعب، سمعنا عن عقده بس، وسمعنا عنه هو جاي وهو ماشي فقط لا غير. أوباما خلاص بيقترب برضو من التوقيع لنادي الزمالك، والسقف اللي حطه نادي الزمالك في المرحلة القادمة من 7-8 مليون للفئة الأولى، من 7-8 مليون للفئة الأولى. بعض الناس امبارح كانت بتتكلم وكانت متخوفه قبل لقاء الزمالك وسيراميكا ان اللعيبه يعني هيفقدوا تركيزهم، هيطلعوا بره تركيزهم مباراه الاهلي. سيبكم من قرار اللي حصل، وسيبكم من المكاسب، والازمه انتهت واسدل عليها الستار خلاص. لعيبه نادي الزمالك، كان نفسهم يلعبوا ماتش الاهلي، بما فيهم عبد الله السعيد، واتكلم مع جوميز كتير، ولكن في الاخر قال دي قرار اداره يحترم، واتقفل الموضوع واسدل الستار وكله تمام، وكل سنه وحضراتكم طيبين. في كلام عن عوده حمدي فتحي. كولر اما قالوا له حمدي فتحي ايه رايك؟ قال لهم بيته ومطرحه، يتفضل، مفيش مشكله خالص. ولكن هل حمدي فتحي ظروفه تسمح ولا لا؟ اعتقد ان الامور الماديه هتبقى صعبه جدا، لان الامور الماديه الحاليه خلاص في فروقات كبيره. ولكن حمدي نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في القادم، في اتفاق على كريستو، على خلاص اعاره كريستو. والقندوسي في كلام كبير جدا ان هو راجع تاني النادي الاهلي، وكولر بيتمسك بيحيى عطيه الله. دي اخبار الاهلي والزمالك.